مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اختار طريقك. كل واحد فينا عنده حلم، كل واحد فينا عنده هدف، كل واحد فينا بيسعى إزاي يحقق حلمه ويحقق هدفه. النهاردة في حلقتنا زي ما عودناكم بنهتم بالمواهب الشابة. معايا النهاردة موهبة جميلة جدا جدا، الشاعرة الجميلة خلود أشرف. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد. كلمينا بقى عن نفسك أكتر وعرفي المشاهدين بيكي أكتر يا خلود. حاضر، أنا الشاعرة خلود أشرف منصور من محافظة الأليوبية، كاتبة وشاعرة لأحد القنوات المصرية وشاعرة كروية الهيئة الوطنية للإعلام، وبدأت قصايد الشعر من وأنا سني حوالي من وأنا في إعدادي. بدأت إن أنا أسمع أشعار كتيرة جدا وأبدأ إن أنا فعلا أتعلم وأتدرب، وحاليا سمعت أشعار كتيرة جدا وتدربت عليها، ولكن أنا حبيت إن أنا أعتمد على نفسي وأكتب أنا قصايد من تأليفي ومن فكري وإبداعي، وفعلا بدأت ان انا اكتب قصائد وطنيه عن مصر وبلدنا ورئيسنا وجيشنا وشعبنا، وفعلا حسيت بروح الوطنيه اكتر ان انا اكتب في الشعر الوطني، وحتى لقبتني الفنانه القديره سميره عبد العزيز بشاعره الوطنيه بنت محافظه الاليوبيه. والنهارده ان شاء الله هنسمع قصائد وطنيه عن يعني بلدنا. بداتي من الاعداديه؟ تمام، بدات من وانا في اعداديه. تمام، هتسمعينا بقى ايه النهارده؟ هسمعكم حاجة، يعني آخر حاجة أنا كتبتها عن سد أثيوبيا ونهر النيل. دي حاجة لما كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طبعا كان بيتناقش في هذا الموضوع، اللهم آمين يا رب. فأنا حبيت إن أنا أكتب حاجة وطنية أكون حاجة مميزة شوية عن الجميع، طبعا مع احترامي للأدباء والمفكرين والشعراء إن هم بيكتبوا فعلا عن بلدنا العظيمة مصر، فأنا حبيت إن أنا أكتب عن هذا الموضوع. نمسك المايك ونتكلم. اتفضل. أبي يا بلادي ليكي درع وسيف بينادي، وقائد واقف يحذر الأعادي، النيل ده خط أحمر، اسمع أنت واللي معاك ده كلام مش عادي، حتى اسأل خط بارليف المنيع هيقولولك باعت كل الأبعاد. دايما يا مصر ولادة حتى فيك الخير وبزيادة، وعظيمة دايما كالعادة، يا مصر يا أم الريادة، حتى اسأل 30 يونيو يقولولك جابت زعيم حالف، يا مصر لا يخليك تاج على رؤوس كل السادة، حتى اسأل جيشك الأسود، جيشك الأسود شد العزم وقال وحياتك يا مصر النصر أو الشهادة. وأنا مستنياكم وروحي وقلبي معاكم يا أبطال، علشان حب الوطن ده عبادة، ودايما مصر ولادة، وبإذن الله ولادك سدادة، ولا عمر نيلك ينقص منه نقطة مية وتملي في الزيادة، يا مصر يا أم الريادة، يا مصر يا أم الريادة. ده يا حبيبتي ده اللي يشرب من نيلك لازم تاني يجيلك، ويشم نسايم ليلك وعلى شط نيلك يقعد مكان شوقي ويسمع أشعارك، ويغذي وجدانه بمواويلك يا حبيبتي يا مهد الحضارة، وبعشق ترابك ولون ليلك، وفي عز البرد بتدفى بحنانك، واكتب أشعاري على ضوء نجومك، واهتف بشراع عالي وأقول ادي الدلوع يا براكبي، ألمح بشراع عالي ادي الدلوع يا براكبي، مفيش رجوع يا مراكبي، علشان الكون ده كله ما يسعش حبي. أم الدنيا واللي هتفضل قد الدنيا. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، إزاي أخبي كل عصر يا ست كل مصر، أنا بنت مصر، إزاي أخبي حماسك يا مصر، وحبك محفور في قلبي ياللي حفظك ربي، وولادك خير جنود الأرض ودايما قد التحدي، ودايما قد التحدي. بقلم خلود أشرف منصور. تحيا مصر أم الدنيا واللي هتفضل قد الدنيا بشبابها الجميل اللي زيك يا خلود، ما شاء الله عليكي بجد، أحسنتي. هتسمعيني إيه تاني بقى؟ أسمعك حاجة طبعا كتبتها برضو رئيس الجمهورية. طيب. اسمها حنين وطن. طيب، مين بقى مثلك الأعلى في الشعر؟ مثل الأعلى في الشعر عبد الرحمن الأبنودي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي طبعا. تمام، نقول حاجة بقى، سمعينا حاجة بقى. ماشي. تمام.
بقول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. رئيسنا يا رمز الصمود، واقف بجيشك على الحدود. شرفتنا يا رئيسنا، شرفتنا يا رئيسنا، يا رمز عزوتنا، ربنا يخليك ويصونك وبالصحة يدومك، ربنا يخليك لينا وينصرك على من يعدينا. الثورة يا مصر الثورة، في الذل والاستعمار. شرفتنا يا رئيسنا، يا رمز عزوتنا، ربنا يخليك ويصونك وبالصحة يدومك. بلدي بلدي في السماء عالي اسمك، وجوه قلبي تلاقي رسمك. ومش خط قلم في كراس، ولا جملة حلوة على حيط. حبك دمك شرايين بيجري، زي نيلك من بدايتك لاخرك. متفرع زي العروق في جسمك، شبكة وسبحان من خلقها. اجمع شكلها الاقي رسمك، وارض خضرة فيها اصلك وفصلك. وفات على كتف فلاح وقت فجرية، غريبة ليه راحتك في تينك راحته. لا عمره اشتكى منك ولا مرة فكر يستينك. زرعت في قلب حبك زي نبتة رميها في أرضك. يوم عن يوم يزيد حبك وتلاقي جذور جوه أرضك. مفرع ولا عمره يطلع طلوعه بموته، مفرع ولا عمره يطلع طلوعه بموته. وفيك يوجع، وفيك يوجع، بس حاتت عليكي من حبه ليكي. مستغرب على حالك، صبرة ليه على نبتة فاسدة تضر أرضك وزرعك. وقت خطبك تلاقي خطابك ألف واحد واقف على بابك. أويمهم بس الهتاف فردي، المهم إنه يلحق في مجلسه وكرسي. ويطلع على عودك وغصنك فارش بساتين الأمل اسمك. ويهتف بأعلى صوت بحبك بحبك، وعجبي على بلد اسمها مصر، وعجبي على بلد اسمها مصر، محفور في قلبي اسمها برسمك. بقلم خلود أشرف منصور. ما شاء الله عليك يا خلود. يعني كتير من الشباب يا جماعة اللي بيكتبوا الشعر، فين اللي بيكتب عن الحب، وفين اللي بيكتب، في كل واحد فينا بيكتب عن مجاله. أنت مهتمية بالشعر الوطني، ودي حاجة جميلة جدا. أنا بنصح الشباب كل اللي بيتعلموا الإلقاء وكل اللي بيقولوا شعر، تنصحيهم بإيه بقى؟ انصحهم ان هم فعلا بجد بلدنا كبيره جدا، بلدنا جميله وبلدنا عظيمه وبلدنا رائعه، تستاهل فعلا ان احنا نكتب عنها اشعار كتيره جدا. طبعا اي حاجه بلدنا، طبعا احنا كلنا بنكتب ايه، يعني بنعبر عن حبنا الشديد لبلدنا ولرئيسنا وجيشنا وشعبنا. فبنصحهم ان هم فعلا بجد يبداوا ان هم يكتبوا ويهتموا بالنقطه دي. ومش شرط يكون كمان في شعر وطني، ممكن تكتب عن حضاره بلدك، عن اثار بلدك، عن يعني بتاريخ بلدك بمعنى اصح. حتى لو انت مش بتدرس تاريخ، لازم تعرف تاريخ بلدك وتدرس تعرف الاثار الموجوده فعلا، لان مصر دايما فيها كنوز كتيره جدا. فكنوز مصر ان احنا لازم طبعا يعني نعبر عن حبنا ليها. طبعا ما شاء الله عليك، الله يخليك، ربنا يحفظك. طيب مين بيدعمك بقى ويقف جنبك ويشجعك دايما؟ والدي يعني طبعا، ربنا يبارك لي فيه، ربنا يخليك ويحفظه لي. هو فعلا بدا ان هو يدعمني، وهو اللي اكتشف الموهبه دي عندي وبدا ان هو يدربني. طيب عليها. ده جوه الاسره بقى، والدك ووالدتك واخواتك، ربنا يا رب يبارك فيهم. مين بقى بره البيت او بره الاسره بيدعمك؟ بره الاسره طبعا كانت اول حفله من حفلاتي، لما طبعا كنت مع الفنانه القديره سميره عبد العزيز. فحبيت ان انا ايه، يعني كنت اول مره لسه ابدا القي قصايد شعر وطنيه برضو. فحمستني اكتر بصراحه، وشجعتني ودعمتني وقالت لي يا خلود استمري في هذا المجال، ان شاء الله ليكي مستقبل. يعني اول حفله ليكي حضرتها امتى؟ اول حفله حضرتها يعني من وانا في اجازه الثانويه. تمام. يعني انا دلوقتي حاليا في ثالثه جامعه. ايه بقى لما حضرت الحفله دي اول مره على المسرح؟ اول مره طبعا كنت مرتبكه، وكنت حاسه ان انا مش هادي النجاح اللي انا وصلت له حاليا دلوقتي. ما كنتش عارفه ان انا هقدم حاجه قيمه وحاجه كويسه جدا. الكل فعلا بدا ان هو يشجعني ويدعمني عليها. وطبعا الظهور الاعلامي الاستاذه الجميله صفاء بدوي، عايزين نشكرها برضو على الهواء. طبعا انا بشكرها جدا حقيقي، لها فضل برضو ان هي ساعدتني بصراحه ودعمتني، وبوجه لها كل الشكر والتحيه والتقدير والامتنان ان هي فعلا وقفت جنبي وظهرت معايا في احد البرامج بتاعتها. ايه اول بقى قصيده قلتيها على المسرح؟ حتى لو مش فاكراها قولي لنا اسمها ايه برضو.
اول قصيده برضو قلتها كانت قصيده في حب مصر. القصيده دي بتتكلم عن الجيش بقى فعلا وقت ما الشهداء كانوا، يعني وقت ما كان في ساعتها كان عدد كبير جدا من الشهداء كان مات منهم احمد المنسي، فحبيت ان انا اكتب احنا بقى عن كلنا مصر. في ده مصر يا خلود، طبعا وكلنا بنحب مصر وبنحب جيش مصر العظيم الجميل. سمعينا بقى اي لو مقطع صغير من القصيدة دي. حاجة وطنية برضو عن تمام. مصر. تمام. هقول قصيدة، دي أول قصيدة أنا بدأت بيها خالص يا أستاذ محمد. القصيدة دي برضو جابت 1,000,000 مشاهدة، والحمد لله يعني هي دي اللي كانت بداية النجاح ليا إن شاء الله. أنا مصر بلدي، أنا مصر بلدي وأفتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي يوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصر بلدي ومش بقارن حب ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلادي، أرضي وبلادي، من ده اللي عاش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما يكفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حاميين شعبها، تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حاميين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجوه لولادها في الجيش على الحدود، واقفين جبل واقفين جبل وبروح أسود حاميننا وإحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جندي على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد بنتدفى بحيطان وهو متدفى بسلاحه، وتحيا للشهداء اللي راحوا، وتحيا للشهداء اللي راحوا، ذكراكوا ذكرى ما تتنسيش، ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تعرف تعيش، تحية يملاها الشرف، تحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجيشنا العظيم، وباسمي وباسم البلد بنقول لكم كل عام وأنتم جميعا طيبين، كل عام وأنتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما هيوفي أبدا حقكم، واقفين عصب وظهر وسند يحفظكم ليا يلي زرع في قلوبنا دايما حبكم، مطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جزع ان فر عمال ولا يوم تهز الريح جبال، شفتوا المحال فعلا رجال، فعلا يا ابطال قدها، فعلا يا ابطال قدها، صدق اللي قال ان الامم تحيا برجالها وشعبها، صدق اللي قال ان الامم تحيا برجالها وشعبها، بيكم بتتباهى البلد، بيكم بتتباهى البلد، فعلا ولد ياللي انت رافع اسمها، فعلا ولد ياللي انت رافع اسمها، ياللي انت ماسك في العلم رغم الصعاب، فاتح في صدرك الف باب قد المحن، تسلم لنا يا ابن الوطن، تسلم لنا يا ابن الوطن، كتب الألم كل التحية والاحترام، كتب الألم كل التحية والاحترام، تعظيم سلام لابن الوطن، تعظيم سلام لابن الوطن، بقلم خلود أشرف منصور. ما شاء الله عليك، تعظيم سلام لابن الوطن، تعظيم سلام لكل شهيد على أرض مصر. جميل جدا أسلوبك، وجميل جدا إنك متواجدة معانا النهاردة في إختار طريقك. كلمينا بقى عن طموحك، طموح خلود. ايه طموح خلود او حلم خلود؟ هو مبدئيا كده بصراحه يا استاذ محمد انا فعلا مبسوطه ان انا موجوده معاك هنا النهارده في برنامج اختار طريقك، وليا الشرف وعظيم الشرف طبعا ان انا معاك النهارده. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك ويبارك فيك. طموحي طبعا ان انا يعني افرح اهلي ودايما اخليهم سعداء ومبسوطين، واقدر ان انا فعلا اوصل للاهداف اللي انا كنت بتمناها، والحمد لله ما زلت لحد النهارده وصلت للاهداف اللي انا فعلا عايزاها ولسه مستمره فيها، وباذن الله مولى تعالى هوصل ليهم برده. انا لسه طالبه في كليه الاداب قسم تاريخ جامعه القاهره شعب التاريخ وحضاره الفرقه الثالثه، ومضيفه طيران. والله يخليك، مضيفه طيران بمطار القاهره الدولي المصري الطيران،
وبدات في هذا المجال. طبعا ناس كتير بتسالني انت ازاي طالبه لسه بتدرسي ودخلتي ضيافه جويه؟ انا دخلت بناء على الطموح ان انا فعلا حاطه هدف قدامي ان انا عايزه اوصل للمجال دوت، وحطيته في دماغي وفضلت رسمه صوره قدامي في خيالي ان انا عايزه اوصل زي ما قلنا للشكل في بدايه الحلقه ده. ان كل واحد عنده حلم وان شاء الله هيحققه طبعا طول ما بيسعى وطول ما بيجتهد باذن الله طبعا. ومفيش سقف للطموح. لا 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 طبعا. خلي عندك امل، خلي عندك امل، دي بالزبط. النصيحه اللي بنقولها لكل اللي بيشاهدونا، خلي عندك امل في بكره وخلي عندك امل في ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويوفقنا جميعا ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا يا خلود، وكان لقاء جميل معاك، وكان نفسي يطول اكتر من كده بس قدر الله ما شاء فعل. انت نورتيني. ميرسي دمورك. طبعا حابب اقول لكل المواهب اللي بتشاهدنا دلوقتي، اي حد شايف في نفسه موهبه، اي حد حابب يكون متواجد معانا في برنامج اختار طريقك يتواصل معانا، الارقام موجوده على الشاشه. هدفنا ان نوصل صوت كل المواهب الشابه اللي موجوده في مجتمعنا المصري باذن الله. حابه تقولي كلمه اخيره للشباب؟ بقول للشباب بنصحهم ان انتوا تفضلوا مستمرين في حلمكم وان شاء الله توصلوا ليه، وخلي عندكم امل، لان طبعا الامل هو بيدي لك طاقه ايجابيه ان انت فعلا توصل للهدف بتاعك. اطرد الياس خالص من حياتك، ما تديش فرصه ولو ثانيه واحده ان الياس يسيطر عليك. خلي دايما عندك امل، ودايما هتلاقي اعداء للنجاح ليك، هتواجه في طريقك في ناس كتير جدا اعداء للنجاح، فانت استمر وخليك فعلا زي ما استاذ محمد قال، خليكم مستمرين ورا حلمكم وسعيكم، وان شاء الله وصلوا اللي انتوا بتحلموا بيه. شكرا جدا. بشكرك جدا مشاهدينا الكرام، بكده انتهت حلقتنا. حابب اتقدم بخالص الشكر والتقدير لاخي وحبيبي وصديقي الاستاذ تامر عبد المجيد، والاستاذ احمد عساف، والاستاذ عمرو غيث، والاستاذ ناصر الشاهد، وكل طاقم العمل. اشكركم والى اللقاء.